دكتورة مروة، خليني اخد ماجدة برضو. الو، ازيك يا ماجدة؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا دعاء؟ السلام عاملة عليكم. ايه؟ قوليلي الحمد اخبارك ايه؟ لله، مراية الحب عامية ولا بتشوف جدا ولا ايه؟ جدا جدا جدا. ليه كده؟ بصي يا دعاء، انا مشكلتي في التجربة التانية من حياتي. انا اتجوزت مرتين، جوزي الاول اتوفى وكان معايا منه اولاد. اتجوزت التاني طبعا كان صاحبنا وجارنا وزوجته متوفية وربيت ولاده 14 سنة وبقوا رجالة بعد ده كله. طبعا طول السنين دي انت مطلوب منك ما تشتكيش، اي غلطة ليكي كبيرة، اي غلطة له ما تتشافش، اي غلطة لولاده ما تتشافش. طبعا الصبر نتيجته حلوة، ربنا بدأ يرضيني في ولادي قوي قوي. بدأت بقى المقارنات، انتوا بدأ ولادكوا حاجات، عاشوا مع بعض؟ عشنا كلنا مع بعض في كم بيت واحد عندك عمي. كم ولد وبنت، وهو عنده قد ايه؟ هو كان عنده 3 ولاد وانا كان عندي ولدين وبنت، وربنا كرمني بنت منه كمان. ما شاء الله، يعني 7 ولاد اتربوا كلهم كأنهم ولادك. كلهم اتربوا بشهادة اهله قبل اهلي والجيران والدنيا كلها، انا ما فرقتش. ما بس شاء الله. هما عندهم موقف، هي مرات الاب واخدين منها موقف، وكل ما بيكبروا ويرتبطوا بواحدة عشان يتجوزوا او يخطبوا طبعا بيبصوا لي ان انا عدوتهم، مش عارفة ليه. وباباهم عارف كده بس بيكذب نفسه، المشكلة انه مكذب نفسه في كل حاجة. ما بدأت بقى الفرحة عندي بقى وولادي ارتبطوا، بدأت بقى المقارنات، حاجات بقى من جواه. فلا انا بجد بجد حاسة ان انا اتصدمت بعد 14 سنة منه. انا كنت بضحك على نفسي، كنت شايفة العيوب، مش هقولك مش شايفاها، لا شايفاها، بس كنت بضحك على نفسي عشان الدنيا تمشي. يعني انت حاسه ان لغاية في تفرقه منه، او في كره شويه لفكره ان ولادك، او ولا ايه؟ لا مش كره، بصي هو عامل ولادي كويس بس طيب. ماديا ما صرفش على ولادي جنيه ولا عليا يعتبر، ماشي؟ ما حدش يعني له جميل على ولادي في جنيه ولا متابعه، ولا انا ما اديتش فرصه لحد يشيل مسؤوليه ولادي نهائي، لا ماديا ولا تعليم ولا تربيه ولا اي حاجه. فان هو هقول احتك بيهم ولادي الحمد لله بشهاده الجميع محترمين بفضل الله وشهاده طب اهله انا قبل عايزه اهلي. اسال سؤال، يعني انت طول ال 14 سنه ما شفتيش منه، ما لمستيش منه معامله طيبه لولادك، وكنتوا يعني اسره؟ يعني اصل فكره ان انت تضموا على بعض وسبع ولاد والبيت مكمل و14 سنه، اكيد كان في حاجات كويسه. لا حصل خلافات كتير في ال 14 سنة، حصل خلافات كتير جدا، وأنا كنت بسامح بسامح بسامح. كانوا ولادي صغيرين، دلوقتي مش قادرة، ولادي بدأوا يتكلموا يقولوا إحنا صبرنا وشفنا كتير قاسية منه وصبرنا علشانك.